السلام عليكم. أنا من ساكنة أسفي، أنا مواطنة، أنا جنسية مغربية، هوية مغربية، أنا من هذه المدينة. رغم الجذور ديالي ماشي من هنا، ولكن الجذور ديالي من إصبع عمران. عندنا الدم ديال النضال، عندنا الدم ديال الغيرة على هذه المدينة. جينا نحلينا عينا في مدينة أسفي، وللأسف الشديد من الآن مدينة أسفي كتعيش أزمة حقيقية، أزمة حقيقية على جميع المستويات، ماشي غير الماء، كاين الماء، كاين البطالة، كاين الجوع، كاين الغلاء المعيشة، كاين الأسعار، كل ما. وكانت هذه المدينة راه مدينة حاضرة المحيط، من المفروض هذه المدينة يعيشوا السكان ديالها أحسن عيشة بفضل لو سي بي. لو سي بي خاصو يعيشنا أحسن عيشة، لو سي بي خاصو يكون تكون مدينة من المدن اللي في المستويات الأولى على مستوى السياحة، على مستوى التشغيل. وللأسف الشديد ولادنا كيعيشوا أزمة ديال البطالة. كاينين الشواهد، كاين دبلومات، ولادنا ناعسين. أنا بنتي الآن مجازة وراه باقا ناعسة، ما كتفيق حتى الجوج ديال الثلاثة. علاش؟ لأن ما لقيناش الباب اللي غندقوه في هذه المدينة باش وليداتنا يخدموا. الآن أنا كنفكر باش نهاجر هذه المدينة، نمشي للمدن اللي فيها العمل، فيها التشغيل، فيها العيش الكريم. هذه المدينة كتعيش على جميع المستويات، جميع المستويات كاينة أزمة حقيقية. الأزمة الأولى اللي حاضرين عليها احنا اليوم، حاضرين عليها، هي أزمة الماء، قلة الماء، ما كاينش الماء. حتى داك الماء اللي ولاو كيتلقوه لينا مرة راه ماشي هو هذاك. الماء مخوض، الماء خانز، الماء مكشكش. بغينا ماء نقي، بغينا ماء نقي، بغينا احنا كنعرفوا بأن الماء الصالح للشرب. اليوم ولينا كنعيشوا في هذه المدينة الماء ديالها غير صالح للشرب. واش بغاونا نموتوا؟ احنا كاين المناخ ملوث، راه كنعيشوا أزمة. كلشي الآن الناس متضررين بالأمراض، كاين المبرودة، كاين الربو، كاين السرطان، ولكن احنا ما يمكنش لينا وليداتنا يعيشوا من هذه الأزمة ديال الماء الصالح للشرب. الله يجازيكم بخير. كنادي من هذا المنبر، كنادي المسؤولين ديال هذه المدينة، برلمانيين، مستشارين، نواب، مجلس العمالة، المجالس المنتخبة، لا غاديس يحاولوا يديروا شي عمل ويخرجونا من هذه الأزمة. الله يجازيكم بخير. كنادي وكنناشدوكم، خرجونا من هذه الأزمة الحقيقية. ولينا كنبغوا ونغسلوا لوليداتنا، الحمام مسدود من الخميس ديال الحد. واش هذه؟ لا يعقل. مدينه مراكش اللي حنا كنتميو للجهه ديالها، الحمام ما مسدودش، عندهم الماء زين، ولكن حنا دابا ولينا كنضطروا نشريو الماء معدني. واش هل يعقل هناك اسر هشه، اسر فقيره يشريو الماء معدني؟ مساكن كيضطروا يخرجوا يهزوا بيدوات، ولو كيخرجوا للضواحي باش يجيبوا الماء الشاروب، واللي ما عندوش باش يركب ويمشي للضاحي المدينة ويجيب الماء ديال الآبار، ولو كيقلبوا على الماء ديال الآبار باش يشربوه لوليداتهم. يا رب يا رب يا رب، كناشدوا الله سبحانه وتعالى يخرجنا من هذه الأزمة. المدينة تعيش أزمة حقيقية، أزمة خانقة. خاصكم الإخوان المسؤولين ديال هذه المدينة، حاولوا تخرجوا هذه البلاد خرجوا المدينة من هذه الأزمة الحقيقية. كنبغي نحيي الإخوان ديالنا اللي نظموا هذه الوقفة وكنشدوا على أيديهم. هاد المنظمة اللي كنشدوا على أيديهم اللي نظموا لنا هذه الوقفة. أنا كنت كنتظر اليوم لأن كاين هناك حملة فيسبوكية كاين تعبئة لهذه الوقفة، وللأسف الشديد ما عندناش هذاك الوعي. حنا كساكنة كان من المفروض، شحال عندنا من عدد السكان مدينة أسفي؟ راه 300,000 على ما أظن عدد الساكنة ديال المدينة. تجي تحضر اليوم وتهضر على حقها، هذا حق من الحقوق، حنا ما كنستناوش شي واحد يعطيه لينا، غنتازعوا هذا الحق ديالنا ان شاء الله. وكنبغي نحيي جميع المواطنين اللي عندهم غيره على هذه المدينه. هذه المدينه راه حاضره المحيط، راه الوزراء الاولين راه كانوا من هذه المدينه ديال مدينه اسفي. راه مدينه اسفي عندها تاريخ، راه اول مدينه تاريخيه في المغرب هي مدينه اسفي. كنتمنى تكون التفاتة حقيقية. وكنبغي نشكر الإخوان ديالنا في الإعلام، كنبغي نشكر الإخوان ديالنا في الإعلام اللي غوصلوا صوتنا. وكنتمنى من الإعلام يكون إعلام حقيقي، إعلام نزيه، إعلام ما كيتباع ما يتشى، ويبقى دائما إلى جنبنا ونحن معكم في السراء والضراء. ممكن نموت ولكن لن أموت، لأنني أدافع على قضية
اللي هي الماء الصالح للشرب، الماء الصالح للشرب هذه من المرتبة الأولى باش نبقى عايشة، والمرتبة الثانية هي محاربة البطالة. بغينا وليداتنا يخدموا، هذه المدينة فيها وليداتنا ولاو يحاولوا يحرقوا، فين غيحرقوا؟ راه السكينة ديال الثانية حي الثانية راه مع شحال من 20 واحد اللي ماتت في الحريق. التافتوا الوليدات اللي عندهم شواهد، خدموا الوليدات، عندنا لو سي بي، عندنا البحر، البحر اللي كيعطينا الحوت ديال الله سبحانه وتعالى، ما بقيناش كنقدوا ناكلوا الحوت. هذاك السر ديال اللي كنا عايشين به راه ولا داير 15 درهم 20 درهم. ومن هذا المنبر كنشكركم الاخوان ديالنا، الاخوان ديالنا الله يجازيكم بخير، حاولوا تلقاو شي حل، حل ماشي حل ترقيعي، حل جذري لهذه المدينه، حل جذري. وشكرا.